اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بتتبنى مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. بناء على رغبه متابعي القناه هتكلم النهارده على منتجين من منتجات التخسيس. المنتج الاول فيهم نال شهره كبيره خاصه بين السيدات اللي موجودين في مصر، في الاردن، في الامارات ومعظم الدول العربيه، وبيروج انه ليه قدره على انقاص الوزن بفاعليه وبمعدلات امان عاليه جدا، يعني بدون اثار جانبيه او اي اثار خطيره على الجسم. المنتج الاول ده هو امريكان دايت. المنتج التاني اللي هتكلم عليه بيروج انه يعتبر يقدر ان هو يزيل الكرش في اسبوع واحد، ومعظم الناس بتقول عليه ان ده بالتجربة، الا وهو منتج ليشيو. في الفيديو ده هنعرف اسرار وحقائق المنتجين بالتفصيل، خليكم معايا بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو منتج الامريكان دايت؟ الامريكان دايت الدعايه اول حاجه بتقول ايه على المنتج ده؟ بتقول ان هو ممكن يخلصك من التراكمات الدهنيه العنيده اللي موجوده في جسمك، فيخليك تخسر الوزن الزايد وتعالج السمنه، بالاضافه ان هو بينحت القوام. بيعتبروه يا جماعه ان هو مدمر للخلايا الدهنيه، لانه بيرفع معدل الحرق للدهون في الجسم حتى 3000 كالوري. كمان بيقولوا ان هو بيسد الشهية، يعني بيقلل الشراهة والرغبة في تناول الطعام لمدة تصل 12 ساعة بدءا من ما تاخد الكبسولة بتاعة الامريكان دايت. من اكتر الدعاية الصراحة والاعلانات اللي عجبتني على المنتج ده، كان حد كاتب انه احنا حققنا المعادلة الصعبة بالمنتج الجبار بكل الاسرار، انه سر رشاقة الامريكان. وكان كاتب عليه كمان ان هو المنتج الاول الامريكي في عالم التخسيس، يعتبر ببجي الدهون وقاذف اللهب، بيتحدى الاوزان الكبيره والاجسام العنيده. اللي كتب الاعلان ده بصراحه انا كنت بفكر ان هو يجي يعمل لي دعايه عندي على القناه بتاعتي. كمان يا جماعه كاتب ان هو بيدمر ثبات الوزن وبيعمل على شد الترهلات بتاعه الجسم، وبيعتبروه بديل مثالي لجراحات السمنة زي تكميم المعدة. طب يا جماعة، نتائج المنتج لما توصلنا مع الناس اللي بتروج لهذا المنتج او اللي بتبيعه اونلاين، نتائج المنتج قد ايه؟ قالك هينزلك من 15 ل 20 كيلو جرام، مع التخلص كمان من الدهون اللي موجودة عندك في البطن، في الارداف، في الفخذ، في الظهر، وكمان بيمتاز بسرعة ظهور النتائج، لان المنتج ده بيمنع امتصاص الجسم للدهون والسكريات. واكدوا علينا ان بيديك النتيجه دي وبسرعه وبدون نظام غذائي ولا تمارين رياضيه. طب يا جماعه، الجرعه بتاعته قد ايه؟ قالك هتاخد كبسوله واحده قبل الفطار بنص ساعه. طب يا جماعه، المكونات بتاعته امنه؟ قالك هو بيحتوي على تركيبه من مكونات طبيعيه. طب زي ايه يا جماعه؟ لك زي مستخلص الزعرور، صمغ الغار، مستخلص الشاي الاخضر، حامض الستريك النباتي، مستخلص القهوه الخضراء، ميثيل سيليولوز، الجارسينيا كامبوجيا، ومركب الهيدروكسيل بروبايل. وكمان يا جماعه، وجدنا في السوق بالبحث لقينا ان في منتج اسمه امريكان دايت، لكن باصدار جديد بمكونات جديدة، منها فاكهة الكيوي، خل التفاح، التوت البري، القهوة الخضراء، خلاصة الأناناس، مع شوية فيتامينات في المنتجين يا جماعة. يعني في الإصدارين في منتجات وفيهم الاتنين فيهم فيتامينات زي فيتامين A و C و18 حمض أميني مع شوية زنك وحديد وكالسيوم وسيلينيوم وفسفور. طب دكتور، قول لنا حقيقة المنتج ده علشان نعرف نجيبه ولا لا. طيب هقول حقيقة المنتج، وهقول كمان الأسعار اللي تداولوا معانا فيها. بعد التواصل أونلاين وجدنا يا جماعة منتج قالوا لنا إن الصنع بتاعه ألماني، 36 كبسولة ب 395 جنيه ده آخره.
في منتج استرالي نازل يا جماعه 40 كبسوله، ابتدينا معاهم من 750 جنيه 550 لحد ما وصلنا ل 540 جنيه. في منتج 30 كبسوله من شركه هيربال كوين الامريكيه، ودي يا جماعه لقينا السعر بتاعها 485، وتم ابلاغنا انه يعتبر المنتجات بتاعه الامريكان دايت يعتبر احد منتجات العلامه التجاريه الامريكيه هيربال جلوب، الشركه الرائده في صناعه المكملات الغذائيه العشبيه. ولكن يا جماعه دي زي ما قلت لكم الاسعار بتاعتنا اللي وصلنا معاهم بعد التداول، لكن لما تواصلنا مع معظم الناس اللي اخذت هذا المنتج بلغونا بالاثار الجانبيه، بيعمل عطش، بيعمل ارق، بيزود معدل نبضات القلب، بيعمل دوخه، بيعمل صداع، بيعمل قلق، بيعمل تغيرات مزاجيه، بيعمل غثيان وقيء واضطرابات في المعده. ولذلك يا جماعه لو حابب تجرب وانت مضحي بصحتك عشان عاوز تخس وعاوز تستخدم هذا المنتج استخدمه، ولكن حذاري من هذه الفئات ان هي تستخدم هذا المنتج اللي هي موانع الاستعمال النهائيه، الحمل، الرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى الكبد، مرضى القلب، مرضى الكلى. التحذيرات يا جماعه، الناس اللي هتستخدم هذا المنتج ما ينفعش يشربوا منبهات او اي حاجه فيها كافيين، لان المنتج طبعا فيه كافيين كتير جدا، فكده هيأثر عليك سلبي اكتر والاثار الجانبيه بتاعته هتظهر اكتر. وكمان بينصحوا بالابتعاد عن منتجات الالبان بساعتين بعد ما تاخد الكبسوله، الزبادي واللبن، اي منتجات تبع الالبان. طب بالنسبه لو انا خلاص يا دكتور انا قررت ان انا استخدمه، انا مضحي في صحتي وقررت استخدمه، هل في اي تدخلات دوائيه لو انا باخد ادويه تاني؟ يا جماعه بيتفاعل مع الاسبرين، بيتفاعل مع الدايجوكسين اللي هو دواء القلب، بيتفاعل مع أدوية الضغط ومع أدوية السكر خاصة الإنسولين. عند السؤال يا جماعة لما جينا نسألهم عن طريقة عمله قالوا لنا إن هو بيمنع إنزيم اللايبيز من تكوين الدهون. أولا يا جماعة إنزيم اللايبيز مش بيكون الدهون، هو إنزيم اللايبيز بياخد بيكسر الدهون اللي أنت بتاكلها في الأكل وبيخلي الجسم يمتصها. وثانيا المكونات اصلا اللي موجوده في اللي انتوا معلنين عنها في المنتج ما بتمنعش انزيم اللايبيز من تكوين الدهون، ما بتمنعش انزيم اللايبيز من القيام بعمله، تمام؟ لان دي كده انتوا بتقولوا ان المنتج شبيه بماده الاورليستات، ولكن ده مش حقيقي. كمان يا جماعه بيزود السيروتونين في المخ، ودي حاجة من الحاجات الخطيرة. كمان يا جماعة زي ما قلت لكم بيقولوا ان هو بيقلل الرغبة في تناول السكريات والأطعمة الدسمة. بالعكس يا جماعة لما فحصنا المنتج لقينا بيحتوي على كربوهيدرات 32 جرام، منهم 1 جرام ألياف غذائية و30 جرام سكريات. طب نهاية هل المنتج فعال فعلا زي ما بيقولوا بدون نظام غذائي أو رياضة؟ خالص يا جماعة، لا يؤثر إطلاقا في إنقاص الوزن بدون نظام غذائي. طب لو عملت نظام غذائي هتخس نتيجة النظام الغذائي مش نتيجة استخدام هذا المنتج. المنتج التاني يا جماعة اللي هنتكلم عليه النهاردة هو منتج ليشيو. الدعاية بتقول ان هو فعال لحرق الدهون الزايدة لانه بيشمل جميع وظائف الجسم لاستهلاك الدهون والشحوم، يعني بيزود معدل الحرق بنسبة 40%. كمان بيعمل على سد الشهية وتحسين الصحة العامة لانه بيخلص الجسم من السموم الضارة، وكمان يا جماعة بيسد الشهية بنسبة 60% لمدة 12 ساعة. كمان بيقلل سيلوليت وعلامات تمدد الجسم بعد سيادتك ما تخسر الوزن، كمان بيقلل امتصاص الكربوهيدرات. الدعاية كمان بتقول عليه ان هو بينظم سكر الدم لانه بيزود افراز الانسولين من البنكرياس، وبيقلل الكوليسترول وتراكم الدهون الثلاثية الضارة على الشرايين وجدران الأوعية الدموية، وبالتالي بيقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. لما جينا سألنا عن المكونات بتاعة المنتج ده يا جماعة قالوا لنا سليولوز نباتي، زنجبيل، برتقال مر، جليسرين، فيتامينات زي فيتامين د وب 12 وحمض الفوليك، كافيين لا مائي وكولاجين وبيتا فينايل إيسايل أمين وحمضيات الأورانتيوم واليوهمبين وخلاصة نبتة الكوليو فورسكولي وكربونات الكالسيوم اللي بيدعوا إن هي فعالة في التخلص من الدهون عن طريق البراز. طب يا جماعة إيه هي حقيقة المنتج؟ بلد المنشأ بتاع المنتج ده يا جماعة لقينا في منتجين في السوق
واحد بيقولوا عليه صيني وواحد بيقولوا استرالي، لكن هو المنتج ابتكرته شركة بيان الصينية. كمان يا جماعة عند السؤال عن آلية عمله أو طريقة عمله، قالوا إن هو بيزود السيروتونين وبيكون إنزيمات اللايبيز والأدينيل سايكليز علشان يحرروا الأحماض الدهنية من خلايا الجسم والمساعدة على حرقها. على فكرة الطريقة دي في طريقة عمله نتيجة احتوائه على نبتة الكوليوفورسيكولي، وده أنا هسيب لكم لينك فيديو كامل على المادة دي لأنه بيستخدموها بيعملوا منتجات منها كتير جدا للتخسيس، أنا شارحها في فيديو كامل هسيبها لكم أسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان يا جماعة لما سألنا على النتائج قالك المنتج ليشيو بيخسسك 17 كيلو شهريا بدون نظام غذائي أو ممارسة الرياضة. طيب يا جماعة لما توصلنا على الأسعار بلغونا ان في علبة 36 كبسولة اتدولنا معهم في الأسعار، ابتدينا من 750 560 550 530 515 واخيرا وصلنا لسعر العلبة 510. كمان عرضوا علينا علبة 30 كبسولة تداولنا معهم في الأسعار 495 485 480 440، ولما قفلنا معاهم ان احنا مش هناخد المنتج قالك لا ده احنا ممكن نوصل لك المنتج ل 275. كمان كانوا عاملين عرض كبسولات الليشيو مع نقط الليشيو يا جماعة ب 500 جنيه بدلا من 560 جنيه. لما سألناهم عن الجرعة لكبسولة واحدة قبل الفطار بنص ساعة لمدة 6 أسابيع متواصلة، ممكن بعدها تاخد راحة من 5 ل 10 أيام وممكن ترجع ليه تاني بكورس تاني عشان تحقق الوزن المثالي اللي انت عايزه. لكن يا جماعة حقيقة لما تواصلنا مع الناس اللي جربوا المنتج بلغونا ببعض الأثار الجانبية اللي حصلت لهم، قيء، غثيان، عطش شديد، أرق، صداع، فقدان التوازن وارتفاع ضربات القلب. عشان كده يا جماعة بنحذر من موانع استعمال هذا المنتج في الحمل والرضاعة والأطفال أقل من 18 سنة، مرضى القلب والضغط والسكر والكبد والكلى والربو. طب هل لو في مشكلة، لو في ناس بتاخد أدوية؟ المنتج يا جماعة له بعض التدخلات الدوائية زي مضادات الحموضة، مضادات الحيوية خاصة مادة التتراسايكلين، أدوية السيولة زي الأسبرين والوارفرين، أدوية الضغط ومدرات البول. طب دكتور ايه حقيقة المنتج بدل ما انا اضحي بصحتي وبدل ما انا ادخل في دفع الفلوس وكده واخسر فلوسي، ايه هي حقيقة وجدوى المنتج؟ كل مجربي المنتج يا جماعة بدون استثناء قالوا ان هو لم يعمل باي شكل من الاشكال ولم يسد الشهية ولم ينقصني جراما واحدا. لذلك بحذر كل الناس احذروا الدعاية المضللة للأدوية، فهي ليست للدعاية بل للتوعية. من يظن أن هناك منتج سحري هينسف وزنه في وقت قصير فأنت واهم، وهناك الكثير من الأشخاص في انتظار شخص مثلك لتحقيق الأرباح من وراء أوهامه. من يظن أن تناوله لأي دواء هيعدي على جسمه وخلاص، أنت محتاج تراجع نفسك. رحلة التخسيس رحلة تتطلب الصبر والالتزام، إنها ماراثون وليس سباق ولا اختصارات للأسف. رسالتي توعية صحية شاملة أتمنى من خلالها تغيير وعي العالم اتجاه الصحة والتصدي لمنتجات النصب والوهم حفاظا على صحة الناس وحمايتهم من الاستغلال. لا تنسوا متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من الفيديوهات الخاصة بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. لو عجبنا الفيديو يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش نشير الفيديو لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلام.